اتفاقية للتوأم والشراكة بين مدن مغربية وعربية وأمريكية. الهدف ترسيخ التعاون والتبادل بين المدن واعتماد أفضل الممارسات في العديد من الميادين. كيف ذلك مع زهير داوتي؟ مدينة تيزنيت مقبلة على بناء علاقة توأمة ومد جسور التواصل والحوار مع مدينة سامرفيل في الولايات المتحدة الأمريكية. المدينتان وقعتا هنا في الدار البيضاء بمناسبة الدورة الثالثة لمنتدى المدن الأمريكية والعربية اتفاقية توأمة وشراكة في العديد من المجالات المرتبطة أساسا بمصالح الساكنة المطالبة بالانخراط في تفعيل الاتفاقية. الاتفاق واسع يشمل كل الميادين الاقتصادية والاجتماعية، وبالخصوص المجال الاجتماعي والتربوي على الخصوص، باعتبار على أن مدينة سامرفيل لا توجد بضواحي مدينة بوسطن، وهي تشتغل أساسا مع جامعة الشرق الأوسط ببوسطن. الاتفاقية تنص على العديد من المشاريع، من بينها مشروع لجامعة الشرق الأوسط ستموله الخارجية الأمريكية، ويهدف إلى تكوين 120 شابا من أبناء تيزنيت من أجل إدماجهم في سوق الشغل، ولا سيما في مجال التكنولوجيا الحديثة واقتصاد المعرفة. في السياق نفسه وتدعيما للعلاقة التاريخية التي تجمع الشعبين المغربي والفلسطيني، وقعت الدار البيضاء اتفاقية شراكة مع مدينة رام الله تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في الميادين المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، مضامين تؤطر الاتفاقية بين الطرفين. العلاقات في السابق كانت وما تزال هي علاقة بين الأخوة، والآن بين المدن، وهذه أول اتفاقية نوقعها مع المغرب العربي، وهذه الاتفاقية هي دليل لتعاون وتبادل خبرات. وحنا يشرفنا أن نكون شركاء لمدينة مثل مدينة رام الله اللي على رأسها السيدة جانيت عمدة المدينة، واللي هي تبذل مجهود كبير لتطوير المدينة ولتطوير الخدمات. المنتدى الثالث للمدن الأمريكية والعربية شهد أيضا الإعلان عن إقامة شراكة ترسخ جسور التعاون والتبادل في مختلف الميادين بين الدار البيضاء والعاصمة الموريتانية نواكشوط.